parlera, on parlera pendant les conférences. طبعا سنة اقتصادية، أكبر مشروع فيما يخص الطاقة المتجددة هو إطلاق المناقصة الدولية والوطنية لمشروع 1000 ميجاوات. ننتظر العروض وما لازمش تكون هناك هذه المناقصة الشجرة التي تغطي الغابة. هناك كما لاحظتم مؤسسة صغيرة، مؤسسة ناشئة تعمل في كل المجالات، وتطبيقات خاصة في مجال اقتصاد الطاقة والطاقات المتجددة. خدموا لو تياج تاع الالكتروميكانيك اون جينيرال، لي زافيشور تاع لي جروب الكتروجين، لانستالاسيون تاع لي جروب الكتروجين، لي ريغولاتور، لي ترانسفورماتور، لي انفرسور ايتترا. فوالا فابريكون دو شوفو سولير دوبوي 3 زون. هذا سخان ما بالطاقة الشمسية، يعمل فقط بالطاقة الشمسية، ما يحتاج لا كهرباء ولا غاز. يعني تصوروا بهذا السخان الماء نقدر نوفر يعني آلاف الأطنان تاع الغاز، يعني نقدروا نخلوها للأجيال المستقبل ونقدروا نصدروها للخارج.